الرحيم. الشقة دي عبارة عن أربع أوض وريسبشن بتطل على واجهتين زي ما احنا شايفين. ده المطبخ، مطبخ إيطالي مفتوح على ايه؟ على الريسبشن. دي الواجهة الأولانية اللي بتطل على الشارع بتاع زقزوق. وده المنظر بتاعها من بره. ده الريسبشن، ده دي المساحة بتاعته مفتوح فيه المطبخ. اللي عاوز يغير هيغير بطريقته. هنا فيه أوضة تشطيب متواضع لكن المساحة حلوة، نعتبره نص تشطيب. المطبخ مشطب كويس. دي الواجهة التانية. طيب أول كده ده المطبخ. طبعا فيها الغاز والكهرباء والمية، كل خدماتها موجودة. تمام، ده المنظر من المطبخ. المنظر من المطبخ. تمام، الحمام نص تشطيب ناقص السيراميك، واللي شطب عايز يركب بانيو، عايز يركب طقم طبعا جديد، مفيش مشكلة. دي المساحة بتاعته، دي المساحة بتاعته. ومن نفس الطرقة نطلع الأول على الواجهة التانية. اتفرجوا عليها بتطل على ايه؟ اهي ده مدخل زقزوق، وده جامع زقزوق. طبعا اللي من المنطقة عارف المكان ده كويس. ده المنظر بتاعها من الناحية التانية، منظر جميل. تمام، دي أوضة، احنا شفنا أوضة ودي أوضة. هو مشكلتها شوية السيراميك، اللي عايز يعيش على كده هيعيش، اللي عاوز يكسر ويشيل مفيش مشكلة. دي أوضة ودي أوضة تانية. دي أوضة تانية، طرقة مدخلة على الأوضة. دي مساحة الأوضة التانية، مساحة بسم الله ما شاء الله كبيرة، تاخد أوضة نوم مرتاحة. تمام، دي أوضة كده اتنين. احنا قلنا دي أوضة تطل على الطريق اللي يودي على محسن، ودي الأوضة التانية. الأوضة التالتة اهي، الأوضة التالتة اهي، مساحة برضو بسم الله ما شاء الله. هي مساحتها تاخد أوضة نوم مرتاحة. يبقى كده أربع أوض، دول تلات أوض والأوضة جنب الريسبشن، يبقى كده الأربع أوض. ويا مسهل. بسم الله الرحمن الرحيم. الشقة دي عبارة عن أربع أوض وريسبشن بتطل على واجهتين زي ما احنا شايفين. ده المطبخ،
مطبخ ايطالي مفتوح على ايه؟ على الريسبشن. دي الواجهة الأولانية اللي بتطل على الشارع بتاع زقزوق. وده المنظر بتاعها مباشر. ده الريسبشن، ده المساحة بتاعته، مفتوح فيه المطبخ. اللي عاوز يغير يغير بطريقته. هنا في أوضة تشطيب متواضع لكن المساحة حلوة، نعتبر نص تشطيب. المطبخ متشطب كويس. دي الواجهة التانية. طيب أول كده المطبخ، طبعا فيها الغاز، الكهرباء، المية، كل خدماتها موجودة. تمام، ده المنظر من المطبخ. المنظر من المطبخ. تمام، الحمام نص تشطيب ناقص السيراميك، واللي شطب عايز يركب بانيو، عايز يركب طقم طبعا جديد، مفيش مشكلة. دي المساحة بتاعته، دي المساحة بتاعته. ومن نفس الطرقة نطلع الأول على الواجهة التانية، اتفرجوا عليها بتطل على ايه؟ اهي ده مدخل زقزوق، وده جامع زقزوق. طبعا اللي من المنطقة عارف المكان ده كويس. ده المنظر بتاعها من الناحية التانية، منظر جميل. تمام، دي اوضه، احنا شفنا اوضه ودي اوضه. هو مشكلتها شويه السيراميك، اللي عايز يعيش على كده هيعيش، اللي عاوز يكسر ويشيل مفيش مشكله. دي اوضه ودي اوضه تانيه. دي اوضه تانيه، طرقة مدخلة على الأوضة. دي مساحة الأوضة التانية، مساحة بسم الله ما شاء الله كبيرة، تاخد أوضة النوم مرتاح. تمام، كده اتنين. احنا قلنا دي اوضة تطل على الطريق اللي يودي على محسن، ودي الاوضة التانية. الاوضة التالتة الاوضة التالتة اهي، مساحة برضه بسم الله ما شاء الله. هي مساحتها تاخد اوضه نوم مرتاحه. تمام، يبقى كده اربع اوض، دول تلات اوض والاوضه جنب الريسبشن، يبقى كده الاربع اوض. ويا مسهل. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.